لقد ظهر الإنترنت كقوة تحويلية في شمال إفريقيا، حيث أعاد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والمشهد السياسي. في جميع أنحاء المنطقة، أدى الوصول إلى المعلومات والاتصالات والأدوات الرقمية إلى تمكين الأفراد وتعزيز ريادة الأعمال وتغذية التغيير الاجتماعي. وتبرز تونس على وجه الخصوص كرائدة في تبني الثورة الرقمية، مما يدل على التأثير العميق للاتصال على مسار أي أمة. تتعمق هذه الدراسة في الرحلة الرائعة للإنترنت في تونس، من بداياتها المتواضعة إلى وضعها الحالي كقوة حيوية للتقدم. سنستكشف المعالم الرئيسية والتحديات والفرص التي شكلت المشهد الرقمي في تونس، مما يوفر رؤى حول القوة التحويلية للتكنولوجيا في القرن 21. من خلال فهم تجربة تونس، نكتسب وجهات النظر القيمة حول الآثار الأوسع للثورة الرقمية على الدول النامية والعالم العربي. في أوائل التسعينيات، عندما بدأ الإنترنت صعوده العالمي، اتخذت تونس خطواتها الأولى نحو العالم الرقمي. كان الوصول محدوداً ويقتصر في المقام الأول على الجامعات والمؤسسات البحثية. كانت اتصالات الطلب الهاتفي هي القاعدة، وتتميز بسرعات بطيئة وخدمة غير موثوقة. على الرغم من هذه القيود، ظهرت مجموعة ناشئة من المتبنين الأوائل حريصين على استكشاف إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة. لقد رأوا الإنترنت كنافذة على العالم، وأداة لتبادل المعرفة، ومنصة للتواصل مع الآخرين خارج حدود تونس. شرعت الحكومة إدراكاً منها للإمكانات التحويلية للإنترنت في سلسلة من المبادرات لتوسيع نطاق الوصول وتعزيز استخدامه. جاءت لحظة محورية في رحلة الإنترنت في تونس في عام 1960 مع إنشاء اتصالات تونس. لعبت شركة الاتصالات المملوكة للدولة هذه دوراً حاسماً في توسيع البنية التحتية لشبكة الإنترنت وخدماتها في جميع أنحاء البلاد. استثمرت اتصالات تونس بكثافة في تحديث الشبكات، مما أرسى الأساس لاعتماد الإنترنت على نطاق أوسع. شهدت أوائل العقد الأول من القرن 21 طفرة في استخدام الإنترنت في تونس، مدفوعة بعدة عوامل، بما في ذلك القدرة المتزايدة على تحمل تكاليف أجهزة الكمبيوتر وتوافر مقاهي الإنترنت وإطلاق خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض. أصبحت تقنية ADSL التي توفر سرعات أعلى بكثير من الاتصال الهاتفي أكثر انتشاراً، مما مكن المستخدمين من تجربة الإمكانات الكاملة للإنترنت. أصبحت مواقع الويب والمنتديات عبر الإنترنت والتواصل عبر البريد الإلكتروني شائعاً بشكل متزايد، مما يربط التونسيين ببعضهم البعض وبالعالم الأوسع. المحور الرابع، سد الفجوة الرقمية، دور وكالة الإنترنت التونسية. إدراكاً منها لأهمية الإدماج الرقمي، أنشأت الحكومة التونسية الوكالة التونسية للإنترنت في عام 2004. تمثلت مهمة الوكالة في تعزيز الوصول إلى الإنترنت واستخدامه في جميع شرائح المجتمع، لا سيما بين المجتمعات المحرومة والشباب. أطلقت الوكالة مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية، بما في ذلك إنشاء نقاط وصول عامة إلى الإنترنت في المناطق الريفية والأحياء المحرومة، وتوفير برامج مدعومة للوصول إلى الإنترنت للأسر ذات دخل المنخفض الطلاب، وتنظيم برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية لتزويد المواطنين بمهارات الكمبيوتر والإنترنت الأساسية. ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في نمو انتشار الإنترنت في تونس، لا سيما بين الشباب الذين تبنوا الإنترنت كأداة للتعليم والترفيه والتواصل الاجتماعي. بحلول عام 2010 كان لدى تونس واحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في إفريقيا، مع مجتمع إلكتروني نابض بالحياة وعدد متزايد من الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الإنترنت في الاتصالات والتجارة والابتكار. المحور الخامس، ثورة الهواتف الذكية وتأثيرها على المجتمع التونسي. شكل وصول الهاتف الذكي في أواخر العقد الأول من القرن 21
نقطة تحول أخرى في التطور الرقمي لتونس. جعلت الهواتف الذكية بفضل واجهاتها البديهية وقدراتها القوية واتصالها المستمر الإنترنت أكثر سهولة وجاذبية من أي وقت مضى. انتشرت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بشكل كبير، مما وفر للتونسيين سبلاً جديدة للتعبير عن الذات وتبادل المعلومات والمشاركة المدنية. كان لثورة الهواتف الذكية تأثير عميق على المجتمع التونسي، حيث غيرت طريقة تواصل الناس واستهلاكهم للمعلومات وتفاعلهم مع العالم من حولهم. كما لعبت دوراً محورياً في الأحداث التي أدت إلى الثورة التونسية عام 2011، حيث وفرت منصة للمواطنين للتنظيم والتعبئة والتعبير عن مظالمهم ضد الحكومة. المحور السادس، مستقبل تونس الرقمي، الابتكار والاستثمار والتطلعات. في أعقاب ثورة وليفين وفشماش، شرعت تونس في مسار طموح للتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي. تم تحديد الإنترنت والتقنيات الرقمية كمحركات رئيسية لهذا التحول، مع التركيز على تعزيز الابتكار وجذب الاستثمار وخلق فرص جديدة لجميع التونسيين. أطلقت الحكومة التونسية العديد من المبادرات لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك قانون الشركات الناشئة المصمم لتشجيع ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتونس الرقمية 2020، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل تونس إلى مركز رقمي إقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق وظائف عالية المهارات، ومبادرات الحكومة الإلكترونية وتحديث الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والشركات. تعكس هذه المبادرات التزام تونس بتسخير قوة التكنولوجيا من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي. بينما لا تزال هناك تحديات من حيث تطوير البنية التحتية ومحو الأمية الرقمية والأمن السيبراني، فإن رحلة تونس إلى العصر الرقمي تقدم دروساً وإلهاماً قيماً للدول الأخرى التي تسعى جاهدة للاستفادة من التكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.